يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، وهيكون معانا كل ما هو جديد على السوشيال ميديا. ويلا بينا نبتدي الحلقه وزي ما عودناكم بفقره ترندز اوف ذا ويك. الاهلي مستمر في تحطيم الارقام القياسيه. فرح نبيله بنت حميد الشاعري. مهرجان كان بتصدر الترند. ملكات جمال العالم في مصر. من أكتر الموضوعات اللي تصدرت الترند الأسبوع اللي فات كان فوز النادي الأهلي وتأهله دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 16 في تاريخه والرابعة على التوالي. النادي الأهلي هيقابل في النهائي واللي هيقام الشهر اللي جاي نادي الوداد المغربي، واللي نجح أنه يفوز على فريق سان داونز الجنوب أفريقي. الأهلي والوداد كانوا اتقابلوا السنة اللي فاتت في نهائي البطولة برضو، ولكن التوفيق للأسف ما حالفش حظ النادي الأهلي. عشان كده كلنا طبعا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي بالبطولة علشان يحقق اللقب الـ 11 في تاريخه، والنهائي إن شاء الله هيتلعب من مباريتين. الأولى هتتلعب يوم 4 يونيو القادم في القاهرة، ومباراة الإياب هتبقى يوم 11 يونيو المقبل في المغرب. ومن فرحة انتصار النادي الأهلي ووصوله لنهائي دوري الأبطال، فرحة تانية قدرت إن هي تتصدر السوشيال ميديا، وهي فرحة حميد الشاعري بحفل زفاف بنته نبيلة. الحفل اتعمل في واحد من فنادق القاهرة وكان أشبه بمهرجان غنائي، لأن معظم نجوم الأغنية في مصر كانوا موجودين وبيغنوا عشان إن هم يشاركوا صديق عمرهم حميد الشاعري بفرحة بنته. من النجوم دول كان طبعا الفنان الكبير عمرو دياب، واللي حرص على إنه يكون أول الحضور ويغني مجموعة كبيرة من الأغاني. كمان شفنا محمد حماقي وجيل التسعينات اللي كان حاضر وبقوة، فشفنا إيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفى قمر وحسام حسني وحكيم وسامح يسري وغيرهم من النجوم. الحقيقة إنه مشاركة كل الكم ده من النجوم في الفرح كان شيء مبهج جدا، وخلى للفرح طابع خاص ومميز جدا. كلنا كمان يمكن تابعنا افتتاح فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، واللي كان من الموضوعات المهمة جدا واللي شغلت الناس على السوشيال ميديا. يمكن كان من أكتر الحاجات اللي تصدرت الترند هو ظهور النجم العالمي جوني ديب في المهرجان بفيلم سينمائي، واللي بيعتبر الأول ليه بعد يمكن معركة قانونية طويلة جدا مع زوجته السابقة أمبر هيرد. والمهرجان كمان شهد برضو عرض فيلم بنات ألفة للنجمة هند صبري، واللي بيعتبر العرض العالمي الأول للفيلم. قدر الفيلم أنه ينال الإعجاب الكبير قوي للحضور من بعد عرضه. المهرجان حضروا عدد كبير من نجوم العرب، ومنهم النجمة الكبيرة منى زكي اللي إطلالتها في الحقيقة تصدرت ترند السوشيال ميديا. كمان شفنا مايا دياب، أصيل عمران، ورزان جمال. كان في حدث تاني مهم جدا اتصدر الترند خلال الأسبوع ده، والحدث ده هو زيارة عدد من المتسابقين لمسابقة ملكة جمال العالم لمصر، وقيامهم بجولة سياحية في عدد من الأماكن الأثرية ومنها معبد الكرنك وأماكن كتير تانية في الأقصر. وطبعا الزيارة دي كانت برعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس. الجميل بقى أنه مدير معبد الكرنك الأستاذ الطيب غريب كان في استقبالهم ورافقهم خلال الجولة، وشرح ليهم التطور الكبير اللي حصل بالمكان وعمليات الترميم، وشرح ليهم منطقة قدس الأقداس بالمعبد. الحقيقة أن النوع ده من الزيارات كان مهم جدا، وكان لازم نركز عليه لأنه بيساهم بشكل كبير جدا في الترويج للسياحة المصرية. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week.